أما الآن واستثنائيا ينضم إلينا من جنيف الدكتور يحيى العريضي، طبعا المتواجد في جنيف مع الهيئة العليا للمفاوضات، لنتحدث قليلا من جنيف دكتور يحيى عن بعض مواضيع الصحافة العالمية وكيف تناولت الشأن السوري. بداية مساء الخير دكتور يحيى. دكتور، ما الذي لفت نظرك بتغطية الإعلام الغربي لمفاوضات جنيف وللشأن السوري؟ الشأن السوري بداية ما يحدث من أعمال عسكرية في الشمال السوري وفي مناطق أخرى أخذه الإعلام بعين الاعتبار إلى حد كبير. إضافة إلى ذلك كان هناك بعض التنويهات للانتخابات البرلمانية التي حدثت في سوريا، لكن بشكل غلب عليه حالة الازدراء، ومعظم الصحف تناولت الموضوع بهذه الطريقة حقيقة. إضافة إلى بدء جولة جديدة من مفاوضات جنيف كان لها أيضا نصيبا في الإشارة إلى ديمستورا وغيره، وربما نتحدث عنها في سياق حديثنا عن دكتور صحيفة الفورين بوليسي بالمسألة السورية. صحيفة الفورين بوليسي كان لها دعوات للصلوات من أجل ديمستورا، هل يحتاج ديمستورا إلى هذه الدعوات بهذا التوقيت بالذات؟ نعم، كان أحد العناوين الأساسية في Foreign Policy Save a Prayer for ديمستورا، ادعو لديمستورا أو صلي لديمستورا أو احفظ بصلاة من نوع ما تجاه ديمستورا. حقيقة يصفونه بوضع لا يحسد عليه، وخاصة في جولته قبل هذه الجولة من المفاوضات، جولته إلى موسكو، إلى طهران، إلى دمشق. وذكرت الصحيفة تماما الصعوبات التي واجهها في هذه الأمكنة، والتي أدت بشكل أو آخر إلى حالة من الإحباط، والتي عبر عنها هنا حقيقة ديمستورا عندما أتى إلى جنيف. إضافة إلى ذلك كان فيها عنوان يتعلق بالطائفية في سوريا، بما معناه أن سوريا تستطيع أن تتغلب على أي أمور طائفية، لا كما يصور بأن الحالة الطائفية مستشرية وهي حالة قديمة. وفي عنوان ثالث أيضا للفورين بوليسي تقول Does the Middle East need new borders؟ هل يحتاج الشرق الأوسط إلى حلول جديدة؟ وتذكر بسايكس بيكو، الجهات الوحيدة التي يمكن أن تساهم بوجود حدود جديدة بالنسبة للشرق الأوسط تتمثل بداعش حسب رأي الصحيفة، وحالات انفصالية أو كونفدراليات أو فدراليات. هذه الأشياء التي تمت فيها الفورين بوليسي، لكن لم تتطرق إلى جولة المفاوضات في جنيف. دكتور، أيضا وزير خارجية نظام الأسد كان لديه لقاء مع وكالة أنباء الاي بي، ما أبرز ما جاء على لسانه؟ شيء أساسي طرحه هو السيد فيصل مقداد في لقائه مع الاي بي أسوشيتد بريس، بأن هناك حلم بالنسبة للانتقال السياسي. أيضا تحدث عن أن أي انتقال سياسي يرقى إلى ما يمكن أن يسمى بانقلاب سياسي. تقول الصحيفة أن هذه التصريحات ليست بجديدة، ابتداء من رأس النظام إلى معلم إلى مقداد إلى ممثلهم الجعفري في المفاوضات، دأبوا على استخدام هذه الأساليب من التهرب ومحاولة الابتعاد عن الخوض بأي أشياء جدية في هذه المفاوضات. وحقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الأمر ليس مستغربا، فإن كان الخيار الأساسي هو خيار عسكري بالنسبة لهم لإنهاء هذا الموضوع، فأي اتجاه باتجاه الأمر
السياسي أو السلمي هو حقيقة الأمر تعبير عن نهاية هذا النهج العسكري ونهاية هذه المنظومة وانتقال سياسي حقيقي. دكتور علم جديد إعلاميا بالنسبة للوثائق التي كشفتها صحيفة نيويوركر حول جرائم نظام الأسد، وأيضا كان هنالك مناقشة يوم أمس في مجلس الأمن حول هذه الوثائق. تماما، لأن ما أتت به نيويوركر يأخذ أبعاد كثيرة في الصحافة العالمية، فهذه الوثائق نصف مليون ونصف مليون الأخرى من الوثائق التي لا تزال قيد الكشف تتناقلها صحيفة وراء أخرى، فانتقلت مثلا من نيويوركر إلى ديلي تلغراف، وديلي تلغراف تفصل تفصيلات كثيرة وتستشهد بأشياء أخرى تقارنها بالوثائق التي تناولت محاكمات نورنبرغ في عهد النازية بشكل مقارنتي، وصفته بأن هذه الوثائق تفوق ما أتى في نيويورك وهي في نورنبرغ، وهذه الوثائق حقيقة تؤهل لإيجاد محكمة تحاسب حقيقة على جرائم الحرب التي ارتكبت بأوامر من النظام أو بيد النظام مباشرة. دكتور، نختم هذه الجولة بالصحافة مع وكالة تاس الروسية التي تناولت الشأن الميداني السوري بخصوص المفاوضات. أي مسائل تناولت تحديدا وعلى ماذا ركزت باختصار لو سمحت؟ حقيقة تاس تنقل رؤية موسكو تجاه المسألة السورية وتركز على التراشق الناري والتراشق الدبلوماسي الذي يحدث حول سوريا، بحيث أنها تتدخل في هذا الشأن ممثلها في الأمم المتحدة كما تنقل عنه تاس، يقول بأن على المجتمع الدولي، وتقدموا بقرار تجاه هذا الموضوع، أن يضغط على تركيا بحيث أنها تسمح للأكراد بأن يكونوا جزءا من مفاوضات جنيف، وكأنها هي الممثل أو الراعي لمسألة الكرد، لكن يتم ذلك لأغراض سياسية. تشوركين أعطى تصريحه، أيضا تقدمت موسكو في الأمم المتحدة بمشروع قرار لكنه لم يلقى نجاح، أيضا تتحدث عن الأمور العسكرية التي تتم في الشمال لكن بطريقته الخاصة. شكرا لك دكتور يحيى العريدي، طبعا كنت معنا هذه المرة من جنيف حول تغطية الإعلام الغربي للتطورات التي تجري في جنيف والمحادثات السورية السورية. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل إن شاء الله. مستمرون معكم مشاهدينا، نتابع في آخر ملفاتنا لليوم. أعداد قليلة من اللاجئين السوريين تصل إلى ألمانيا وهولندا وفق اتفاقية اللاجئين، ومصير البقية معلق بين مصالح أوروبا وتركيا.